هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم راح اسوي لكم تنتوني لحم ويا الخبز الصاج بطريقه سهله وسريعه. تعالوا نشوف المقادير والمكونات. اول شيء اجيب كوبين طحين، زيت نباتي خاشوقتين مال اكل، ملح نص خاشوقه اكل، خاشوقه نشا، وكوب مي. راح ابدي اخلط المكونات حبايبي بهذا الشكل. راح اخلي العجينه على الميز وابدي عجنها زين بيدي حبايبي، اذا عندكم عجانه بعد احسن. بهاي الطريقه شوفوا، راح اغلفها لمده نص ساعه باللايلون بهذا الشكل حبايبي. راح اروح نسوي التنتوني لحمه. اول شيء هنا مقطعاني ليه ناعمه، احمصها لحد ما يذوب عندي الدهن بهاي الطريقة. شوفوا حبايبي، هسه راح تشوفون اللي هي تموع. شوفوا حبايبي بهاي الطريقة، شوفوا اللي هي تموع. هنا عندي اني لحم مقطع، اذا عندكم غنم واذا عندكم بقر المتوفر عندكم حبايبي، اني مقطع مكعبات صغار بهذا الشكل. هنا راح اخلي كزبرة رشة وفلفل اسود، راح اقلبهم بهذا الشكل، اخلي ملح قليل بهذا الشكل حبايبي. هاي الطريقة اتمنى تجربوها، بصراحة كلش طيبة. راح اغطيه لمدة 6 دقائق. هنا انا طلع عندي بهذا الشكل حبايبي، اقلبه شوية بهاي الطريقة. راح اخلي خاشوقة معجون صغيرة، واذا عندكم شطة بعد احسن، انتو شلون تحبون حبايبي، اذا تحبون حاد خلوا حدادية. اغطي، هنا انا صار عندي تقريبا جاهز اللحم. شوفوا حبايبي بصراحة يعني شهي. هنا انا عجينة صارت عندي تقريبا جاهزة، راح امدها على الميز بهذا الشكل. اجيب قطاعة واقطعهم صغار بهاي الطريقة حبايبي. شوفوا ادعبلهم بيدي بهذا الشكل. شوفوا حبايبي، خلي شوية طحين. هنا فتحت العجينة، لازم تفتح حبايبي، لازم تفتحون العجينة خفيف. هنا عندي طاوة رفيعة بهذا الشكل. شوفوا خليت العجينة، واذا ما عندكم طاوة رفيعة، اذا عندكم عميقة قلبوها على ظهرها حبايبي. شوفوا هاي الطريقة، احسن ما نشتري من برا، احنا نسوي بطريقة سهلة وسريعة، ما راد لها وقت يعني، وبنفس الوقت طيبة حبايبي. هنا راح اغطيه اني بالشرشف قبل مباشرة، بس شيلوه خلوه على الشرشف قبل غطوه، يعني هو ميه بس، يعني بس للاحسن يعني حبايبي. خليت خبز على الطاوة وراح نذوقه قدامكم حبايبي. حبايبي راح اسوي سندويتش ثاني هذا الشكل. شوف شلون خليتها بهذه الطريقة. نجيب اللحم افرشه بهذا الشكل، نجيب شوية بصل وسماق، وخليت معدنوس، شوية طماطة بهذه الطريقة. شوفوا حبايبي نسوي بهاي الشكل. شوفوا هاي الطريقة حبايبي، شوفوا شوفوا الخبزاية شلونها، اتمنى تجربوها، راح نذوقها احنا. كلش طيبة والف عافية حبايبي.